يخطئ من يعتقد أن ما نشاهده هو مقطع من أحد أفلام الإثارة الهوليوودية، فما سنعرضه لاحقا سيتضمن لقطات أكثر إثارة بل رعبا. الأجواء عراقية والشخوص عراقيون يمثلون أدوارا في فعاليات يفترض أنها اجتماعية، لكنها تحولت في السنوات الماضية إلى استعراض للقوة والسطوة. يكون فيه حمل السلاح واستخدامه المفرط القاسم المشترك الأعظم فيه. إطلاق النار أصبح السمة الملازمة لأية مناسبة مفرحة كانت أو محزنة، فرشقات الكلاشينكوف لا يستغنى عنها الآن في الأعراس ومراسم تشييع الموتى والنزاع بين العشائر وفي حالة فوز المنتخبات الوطنية. لكن استخدام الأسلحة الخفيفة يكاد أن يكون جزءا من ماض بدأ بالتضاؤل، لتتحول الظاهرة إلى استعمال للأسلحة المتوسطة وقذائف الار بي جي أثناء ما يسمى بالعراضة العشائرية. السنوات القليلة الماضية حملت إلى أسماعنا أنباء متعددة عن سقوط ضحايا أبرياء في تلك الفعاليات المقيتة بسبب إطلاق النار العشوائي، وسط عجز شبه تام من الأجهزة الأمنية عن السيطرة على السلاح المنفلت الذي لم تقتصر حيازته على المجاميع المسلحة التي تحمل غطاء سياسيا، بل انتقل ليكون في أحيان كثيرة بيد المراهقين والأطفال. المأساة تتكرر في ظل سلاح متاح يحصل عليه المواطن بسهولة من متاجر تعرض وتبيع بضاعتها بالعلن، ومع استمرار تقاليد اجتماعية تستوجب جهدا مشتركا من الأطراف الدينية والعشائرية المتعقلة، إضافة إلى تحرك حكومي لوضع حد لمسلسل القتل والترهيب الذي تدور حلقاته تحت مسميات تحميها الأعراف وغياب المحاسبة من قبل الجهات الأمنية، وقبل ذلك كله غياب وازع الضمير ومفاهيم الإنسانية.